سوى خيار واحد، أما النصر بالعزة والكرامة أو الشهادة في سبيل الله ثم الوطن. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العزيز الحكيم، سبحان واهب النعم، سبحان ذي العطاء والمنن، سبحان ذي الجود والكرم، اللهم يا أكرم الأكرمين، يا من لا يرد من دعا ولا يخيب من رجا، نسألك يا كريم، نسألك يا رحيم، نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا خير المسؤولين، ألبس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، ألبس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية، إلهنا وخالقنا ورازقنا، يا من لا يفد الوافدون على أكرم من، ولا يجد القاصدون أرحم من، يا خير من خلا به وحيد، ويا أكرم من آوى إليه طريق. إنما يجيش في نفسي وفي نفوس أهلكم شعب المملكة العربية السعودية من اعتزاز بكم لم يأتي من فراغ، فأنتم بعد الله درع هذا الوطن، وكنتم تسعون في كل أمر بعد التوكل على الحق جل جلاله، رافعين راية التوحيد ضد سوء التدبير. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترده إلينا سالما معافى، واجعل ما أصابه تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته، يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.